وجود مثل هذه الأسماء في ليبيا والقضاء عليها من قبل القوات المسلحة يؤكد شراسة المعركة، شراسة معركة الإرهاب للسيطرة على ليبيا. توافر الأسماء ونوعياتها طيلة مدة الصراع منذ العام 2014 مع هؤلاء تؤكد قدرة وكفاءة وإمكانيات وحقيقة قتال القوات المسلحة وخلفها طبعا من خلال الشعب الليبي الرافض للإرهاب لهؤلاء وحقيقة من نقاتل. يعني ظهور هذه الأسماء والقضاء عليها وإنهاء وجودها سواء كان بالقبض أو كان بالقتل يؤكد تماما أننا فعلا نقاتل الإرهاب برموزه وليس فقط أدوات، يعني مجرد أدوات عادية، بل هي أسماء قيادية تقود مرحلة مهمة وخطيرة بالنسبة لما يعول عليه الإخوان، تنظيم الإخوان الإرهابي للبقاء والسيطرة على ليبيا. يعني طبعا أدركوا أن إمكانية البقاء في ليبيا يعني مسألة مرفوضة تماما وعزم ويعني رغبة وتأكيد وإصرار القوات المسلحة وقيادتها المتمثلة في سيد القائد العام على الاستمرار في المعركة حتى القضاء على الإرهاب بكل رموزه وأنواعه. ولعل وصول مثل هذه الأسماء مثل قيادات الفيالق وما تسمى بالفيالق طبعا رغم أنها جزافا استخدمت وقد لا تنطبق على الواقع العسكري لهذه الميليشيات ولكنها استخدمت بناء على تراتبيات معينة في تلك المنطقة، هؤلاء وجودهم لتأكيد أهمية وما تعول عليه وما يعول عليه تنظيم الإخوان في ليبيا.